خذ يا سيدي من البقرة أيضا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا لمكة نعم. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. الله، فهو لم يؤمن لا يرزق، لا يرزق، ولكن تنزع البركة منه. كلاهما يرزق، لأن هذه مسألة محتوبة، هذه مسألة سبحان الله. طالما أنه يعيش على قيد الحياة فهو يرزق، المؤمن والكافر. وهذه رحمة الله عز وجل، لأنه رحمن الدنيا. يعني لا دخل في الإيمان بالله بزيادة الرزق أو لا، البركة في الرزق، البركة. يعني من آمن يرزق، لأن الثاني كشارب البحر ما زاده الشرب إلا عطش. عنده مليون، عنده 10، عنده 20، عنده مليار، عنده 10، هو لا يشبع. لو كان له وادي يتمنى وادي. هكذا سبحان الله. قال ومن كفر. طيب من آمن سوف يرزق، ومن كفر في المقابل هو سبحان الله. يبدأ بالكفر الذي يخرج من الملة، أو ينتهي بالكفر الذي يخرج من الملة إلى بداية الكفر، وهو كفران النعم جحودها. يعني كفر جحود، كفر إنكار، وكفر استكبار، وكفر معاندة، إلى كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. يعني هذه أنواع من الكفر والعياذ بالله رب العالمين، كلها درجات أو كلها دركات. تندرج في قوله ومن كفر، من كفر، ومن كفر تضم أقل درجة من درجات الكفر. ما كفر يعني لو أنت أنفقت على ابنك سنوات العمر، نعم، ثم جاء مرة وقلت له يا بني أنا لا أريدك أن تتزوج من هذه المرة مثلا، لا أريد أن تشتري هذا البيت، لا أريد أن تبيع هذه الأرض، وأنت ترى مصلحته، يقول أنا لن أسمع كلامك يا بني أنا أنفقت. لا 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 لا، تكمل الفرض أن من المفروض علي أنك تصل تنفق عليه. تقول هذا ولد إيه كفر بالنعمة، هذا دخل في مسألة الجحود للأب، فما بالك بمن يجحد رب الأب. سلم يا رب، الله والعياذ بالله. قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا، في الدنيا حتى وانا، ثم أضطره إلى عذاب النار. يضطر يعني إيه؟ يعني يؤخذ عنوةً